ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم فكره جديده يا رب تعجبكم. من بواقي الاكل اللي في التلاجة احنا طبعا بنبقى محتارين نعمل فيها ايه. احنا هندخلها في وصفات جديده وهنعمل منها وصفه جديده هتشوفوها معايا دلوقتي. انا كان عندي كفته وسجق بلدي واتبقوا دول في التلاجة، فقلت اعمل مسقعه واحطها في النص احشيها ببواقي الاكل بتاعتي. لو انتي مش حابه تحشي بالسجق والكفته ممكن تحشي لحمه مفرومه عادي جدا، هي اصلا صحيه. فانا جبت الصوص بتاعي اللي بيخلي ريحة المسقعة وشكلها جميل جدا، معلقة كبيرة بابريكا، ملح وفلفل وكمون، ومعلقتين خل ومعلقتين زيت زيتون، وبقلبهم مع بعض. وزي ما انا ما قلتلك ببواقي الاكل بتاعتي، جبت صينية وحطيت فيها شرايح طماطم وحطيت فيها البتنجان وخدت معلقة من الصوص الحلو ده ودهنت بيها البتنجان بتاعي، وطبعا هحط في النص بواقي اكلي. ادي الوصفة هتبقى جديدة معايا، دخلتها في وصفة تانية. وبعد كده هحط بقى هكرر الموضوع ده تاني، المسقعة والطماطم والصوص واخر حاجة فلفل الالوان، ودخلها على نار عالية جدا لمدة 10 دقايق، لازم تاخد صدمة. ولو احتاجنا نزودها مية ما تزوديش عن ربع كوباية مية، وهتبقى احلى مسقعة. ياريت الفكرة تعجبك.